الحمد لله سبحانه وتعالى أن كل شيء بداية. بعدين الشيخ إبراهيم هو يتحدث، ما أجمل الإنسان حين يتحدث عن أبيه أو عن أمه يعود صغيرا، يعني يزداد جمالا. صحيح، والله يجازي عنا خير والدكم الكريم ويرفع درجاته، إذ يعني كان سببا في هذا النتاج الصالح الذي أنتج جيلا كثيرا كبيرا. أنا قصتي في التدين تختلف قليلا. طيب، والبداية تنوع جميل. يعني البدايات هي رأس المال في كل شيء، لا أريد من الأشياء إلا بدايتها الأولى، الرعشة الأولى التي فيها بداية التدين. ليس كمفهوم، كحالة بدأت من عند أمي فاطمة. أنا كنت أبيع البطاطس والتوت في قوارير الشطة بعد غسلها وتنظيفها، وكانت أمي ما تخلينا نخرج للبيع إلا إذا صلينا العصر. هذا هنا في جدة يا شيخ؟ إلزامية في جدة، تلزمني أمي ذا في حي؟ في حي النزل اليمانية، صلي تنزل بعد الصلاة. قبل مرة نزلت قبل الصلاة أرسلت أختي قالت خليه يرجع، كيف تخرج بدون ما تصلي؟ فتلك اللحظة كانت في وعي، لأن أمي كانت تنادينا أحيانا تقول الشيخ علي، اللي أنا لما أديك المصروف واحدة من الأشياء اللي أحب أشتريها عود الندى، هذا طيب الرائحة اللي يوضع في المساجد أحيانا تطيبة. كم كان عمرك وقت يا شيخ؟ يعني كذا كنت من الثامنة، يعني ما زلت صغيرا، كنت أنا وأختي نبيع البطاطس. هذا البطاطس هذا المقلي ولا؟ أيوه متقلي، بس يعني كانت عندها نفس حسن الأمهات، يعني نفسهم في الطعام معروف طبعا. لذلك كل واحد فينا يقول طعام أمي ليس له نظير. سلام. والوعي الثاني كان من والدي، أنا لم أرى والدي إلا محسنا لجيرانه حتى الذين يسيئون إليه. الآن استرجع الذاكرة، وقتها ما كان عندي مفهوم تدين. لما تسألني البذرة حياة مؤجلة، ففي شيء رسخ في وعي الإنسان جعله منعكسا على سلوكه. فوالدي كان يحسن إلى من أساء إليه، هذه ما أنساها، كيف والدي كان يتعاطى مع الجيران، وكان هذا يستوقفني كثيرا. وكنت أكنس الدرج في البيت، فيعني كنت ترتيبك بين إخواني أنا السادس ما شاء الله، فأخبي أحيانا في التنظيف يعني أتلاعب. كان والدي لما يشوف خاصة إني أخبي عند بيت الجيران كان يغضب غضب شديد، تصير مشكلة فيها ضرب ولا؟ لا، والدي رجل حليم، يعني إن ضرب لا يضرب إلا في المرة الحولية بس، يعني يقول لك اتقي شر الحليم إذا غضب. وكان والدي إذا غضب المشكلة أنا أضحك أبتسم، وهذا يبدو أنه شيء من الأشياء المختصة بأصحاب هذه البشر، لأنهم يضحكون أكثر من اللازم أحيانا، فكنت أضرب بزيادة. فكانت هذه البذور. الثالثة كان درسني أستاذ جليل اسمه في المتوسطة، في أولى متوسط، مبارك حبيب الله رحمه الله، يدرسني القرآن والتفسير في المدرسة. أذكر هذا الرجل ما يسوم، يجي من البيت مشي، هو ساكن في الحي عندنا، فلديه ورد من القرآن يراجع وهو يمشي، إلى أن يدخل باب المكتب في غرفة المدرسين. فكان هذا يستوقفني، أن لما أراجع أجد في الجذور أن هذا الرجل، وكان عنده مصداقية، لم يهن طالبا طوال فترة تدريسنا في المدرسة، ما أهان طالب، وكان صوته في القرآن جميل. أنا أشعر أن هذه الثلاثة بمجموعها